مجمل العائلات التونسية اليوم عايشين على العجين، على المقرونة والكسكسي والحاجات العجين كلها، يعني ما فماش ماكلة صحية متوازنة فيها الحوت واللحم والغلة. وبالنسبة للصغيرات اللي في عمر النمو مش قاعدين يتغذوا بالكدا، شنو رأيك مسيو؟ أول حاجة أنا ناشط في المجتمع المدني، أنا ناطق باسم الجمعية العامة للمتقاعدين، وربما الموضوع هذا مش مطروح كان شريحة متقاعدين بطبيعة الحال، مش مطروح لشريحة المجتمع ككل. يقول القائل وعليش المواطن يمشي كان للمقرونة وللمعجنات؟ سهلة، لخاطر كيلو المقرونة توا ب 800 فرنك، وكيفاش تحكي له باش يمشي للحوت في وقت اللي الحوت فهمتني ما يشري له المونه نتاع 4 شهور مقرون؟ وبالتالي راهو شويه من الحنه وشويه مرتبط لدين. اول حاجه المواطن المسكين الامكانيات نتاعو هذيك هي، نحكي على المواطن اللي متوسط، اذا كان مازال ثم طبقه متوسطه في المجتمع، خاطر توا هي طبقه هي لاباس عليك يا فقير، خاطر ابارامون بحسب الوضع اللي قاعد اللي عشناه وقاعدين نعيشوا فيه خاصه في العشريه اللي فاتت، انه تبقى المتوسطه اضمحلت، اللي قاعده على الاقل كانت تعمل في التوازن نتاع المجتمع. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى انت باش تحكي لي على على علاش يمشي للمعجنات، نعاود نرجع للموضوع، وما يمشيش للحم. كيفاش باش يمشي للحم اللي في وقت اللي كيلو اللحم ب 35 36 دينار؟ وكيفاش باش يشريه وهو عنده 4 في العائله وكاري وعنده ما التزامات معناها نتاعو هو شخصيا نتاع عائلته نتاع اولاده اللي يقراو، خاصة إذا كان في سن معناها كبيرة سوا ديزون في الجامعة؟ معناها هذايا راهو موضوع حقيقة معناها متشعب، ولكن في نفس الوقت مصيري، هو مصيري، هو واقع نعيشوه، معناها أون بو با لو شونجي، ما نجموش نبدلوه. ولكن هنا المواطن راهو مسؤول زاد على الشيء هذا. قول قائل انا فاش قام ماني، على الاقل اضعف الايمان انه نعمل سياسه المقاطعه ولا ثقافه المقاطعه اللي على الاقل تعمل شكل من اشكال الضغط باش على الاقل تنقص، خاطر فما مواد وقت اللي تقاطعها ما تصبرش وهي من الاساسيات. وبالتالي معناها ثم المواطن الغالب هذاك هو ينجم يخبش كان باك الضفير اللي عنده في الوضع هذا. مسيو نحكيو على بلدان ما يشربش شويه حليب، ما فيش شويه حليب، ما فماش اللحم كما نقولوا، ما فماش شويه حوت، نحكيو على صغيرات، كيفاش باش يقرا، كيفاش باش يتذكر، كيفاش البنيه الجسديه نتاعو باش تتكون؟ هذاك اول حاجه ذنبه في رقبه المسؤول، وذنبه في رقبه والديه، ذنبه في رقبه والديه بمرتبه اولى، رغم اللي والديه ماهوش مسؤول بصفه مباشره في حالات، وفي حالات اخرى ذنبه في رقبه المسؤول، خاطر الجيل اذا كان تجوعوا وإذا كان ما تعطيهش الحد الأدنى من الغذاء خاصة في مرحلة النمو نتاعو، تنتظر منه هذا باش يطلع مواطن معناها متكامل وقراي ومواطن معناها تيما، ولا غالب باش يقص في شطر ثنية لأسباب مادية، أول حاجة ما يقراش، لأسباب غذائية. أنا وهذه أسمعني راهو حتى ثم حوايج اللي حقيقة معناها يلزم النظر فيها بعمق، هي توازن ما بين الجهات، وهي معناها يا مواطنين عاونوا بعضكم على مستوى معناها العلاقات الاجتماعية. أراو الناس وصلت للطوب، ما عادش تنجم أنت طفل صغير. أنا البارح حاضر في اجتماع في تاع أولياء في روضة، عندي حفيدتي في روضة، ومشيت الموضوع هذا تطرح، الموضوع نتاع الغذاء تطرح، معناها تطرح بأي صفة، معناها ثم شكون ينجم يعطي كعبة بنان لولده وكعبة تفاح ولا بنته في الروضة، وثم مسكين كعبك ومتاع متاع بسكويت ب 100 فرنك. راهو مسألة خطيرة جدا، واسمعني التونسي راهو تمسه في كل شيء إلا في معناها في الغذاء نتاعو وفي صحته وفي معناها في عائلته. كل بلاد ورتالها، فما ناس يعني ميسورين الحال وجوهم أحلى جو، ويعني وعندهم حويجه تحت البلاطه، يقولوا نحن بالتونسي تحت المخده الكناويته. وفما ناس اللي هما الطبقه اللي هي المتوسطه اللي تهريت بعد الثوره، الطبقه المتوسطه معناتها نقصد العمل اللي تابعين لتاتيك، تابعين الشركات، ذوما كلهم يعني ما عادش يخلط شهريته، ما عادش تكفيه اجمالا يعني بصفه عامه، ولا يخدم خدمتين باش يوصل يحقق معناتها لمويا، معناتها مش الكماليات. نعطيك اكزومبل، تصور انت بشر يخدم في وزاره محترمه، الصباح تلقاه بكرافاته، العشيه تلقاه طيب في الحمام، اش حوالك؟ موجود. نعطيك اكزومبل اخر، في النهار تلقاه معناتها في الاداره محترم، جو احلى جو،
في العشية تلقاه لحام، زطلة، حرابش، موبقات، لحام باش يعيش. نعطيك اكزامبل آخر، تلقى إنسان يعيش معناتها دوب ودوب روحه، مستكفي بروحه، يعيش على سردينة حكوك، ويعيش على الهريسة الحكوك، ويعيش على السقاطة متاع الغلة، ويعيش معناتها عيشة الله لا يوريها الحبايب. لكن كي تراها أنت في الشارع يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعافي. نقطة وارجع للستر، نحن شعب التونسي خليط، فينا الغني وفينا المتوسط وفينا الفقير وفينا دون ذلك، لكن كل واحد يجيب في قوته. بالتالي ولينا نزاحموا على الدينار، ناس تقول يا فتاح يا رزاق، ونحن نقول يا دينار أين أنت. نعطيك اكزامبل، بشر يصلي عابد ربي يحب ربي إيمانه قوي بربي، يبات بلا شعشاء، زعما ربي احن معناتها حرم وخاطر هو يطلب في ربي، لا هو طلب ربي وسعاه لكن حباب ربي ما خلاهوش يسترزق. لو كان جات فما شويه ارشاد وشويه توعيه، يا سيدي نحن صابرين ونحبوا تونس، وناس حرقت وناس تعبت وناس معناتها علاش خاطر انا تاكيك وانت تاكيني، انا نجيب ناخذ خبزه ربيع خبزه انت تفكها وتاكل الخبزه كلها، وتعرفني اللي انا مستحقك الربع خبزه تخزر لي بعين الشمال. العائلات التونسيه سواء المتوسطه ولا الضعيفه مش قاعدين يتغذوا، قاعدين يملاو في كروشهم ويقوموا من على الطاوله، كل الكسكسي كل ما قلنا كان باش تحاول باش تتغذى انت وصغارك، نحب لك 150 الف في النهار، فهمتني؟ لازمك تصور 3 ملايين في الشهر، فهمتني؟ و3 ملايين مين في الشهر؟ فما في تونس كل يصور المتوسط يصور في 3 ملايين، معدل 400 و500 600 اذا طارت، كيفاش باش يتغذى بها؟ يخلص كراه، يخلص ضو، يخلص ماه، منين باش يتغذى؟ قاعدين ولاو في كروشنا ونقوموا. انا تبارك الله عندي 3 اولاد معرسين وطفل عازم، مازال مش معرس. اولاد اولادهم ياكلوا في ماكله صحيه حسب رايك؟ الحمد لله. انا اخر حاجه اول حاجه نقول لك الحمد لله، واحد يحمد ربي على غيره. أما أختي غالية، ثم عباد مساكن ما لقتش باش تاكل. ناس عايشين على العجة وعلى المقرونة. والله العظيم حتى العجة لا عتبرى، شوف العظام قديه. أعمل دورة تو تشوف أنت بعينيك، أنت تحكم. ساعات هي الأم تقول لك نبجل صغيري عليا أنا. ثم تنازلات يعني. إي خاطر الصغار يلزم يتغذوا، كيما تو الحليب. ثم صغار تشرب الحليب، ما ثماش حليب. أنا واحدة من الناس تو دخلت المجازا قالت لي نهار ثلاث. يا من ناحية. زوز بكوات زاد نهار ثلاث. خرجت. ايش نقول لك تونس والله نهار ثلاث، كي تحب تدخل تو تسالها برا اسالها المجازا، قولها وقتاش يجي الحليب تقول لك نهار ثلاث، قالت لي زاد بقدره ربي يحتمل ما يجيش برا، زوز اسالها تو اللي قلت لك انا هذاك الصحيح. ايش نقول لك ما عادش خالتي، حتى حد ما عادش خالت لهنا، دنيا نار والدوله بصراحه راقده، الدوله راقده تشخر منه جويع ما همش شبيع، شكون باش ينجم يمشي لهمجه نتاع زوز وثلاثه صغار، شكون هو؟ يا بنتي نقول لك حاجة، فما ظاهرة كبيرة برش، أنا متعجبة على الأخر في وسط البلاد، خاطر نقلت وليت نسكن في وسط قلب حملهم، إيجا شوف قدام لي بيع الملاوي والشاباتي وكل من عرش درش نوع، يا بنتي برجالها بنسيها بولادها يذول يتكلف لهم أرخص، تشيلوا كعبة ملاوي فيها طرف هريسة وطرف جبن ولا كعبة جامبون 1500 فرنك، تقول لك يتعشى خير من راكب طنجرة، أنا الطنجرة اللي باش تركب 20 ألف ما تعملش طنجرة فطور وعشية، راه شنو هذايا؟